الأطماع الإيرانية في البحرين ليست وليدة اللحظة، بل لها تاريخ متجذر يمتد في ذروته إلى عام قيام ثورة الخميني، والذي أنتج بأفكاره ما يسمى بتصدير الثورة، وذلك إلى المنطقة سعيا لبسط النفوذ الإيراني على الدول العربية. سياسة عدائية قديمة تمتد لأكثر من 150 عاما. التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني مرت بمراحل عديدة، وكانت نقطة تحولها الرئيسية في عام 1979، حيث تحولت من الادعاءات الكاذبة إلى التدخل المباشر المبني على الإرهاب، وذلك بعد ثورة الخميني وتأسيس نظام الولي الفقيه وانطلاق مسعى النظام الإيراني إلى تصدير الإرهاب والعبث بالأوطان وظهور ما يسمى بالمقاومة السلمية، والتي خلت من محتوى السلم بل كانت مليئة بمحتوى الإرهاب والتخريب العلني. في نفس العام بدأ العمل الممنهج من قبل نظام طهران اعتمادا على إذكاء الطائفية ونشر مبادئ وإيديولوجيات نظام الولي الفقيه بغية إضعاف وتشطير المجتمع، حيث أنشأ خلايا وعصابات وأحزابا مذهبية. وبعد دعم الإرهاب والشبكات الإرهابية وتبني استراتيجية الحرب الفكرية الإيرانية التي ركزت على خلق جيل ما يسمى بالجيل الثوري، تم إحباط محاولة الانقلاب المسلح عام 1981 والقبض على خلية إرهابية كانت تخطط لقلب نظام الحكم في البحرين. وفي عام 1996 أعلنت المملكة عن الكشف عن تنظيم سري إرهابي باسم حزب الله عمل وخطط بدعم إيراني على قلب نظام الحكم، واعترف المتورطون بتلقيهم تدريبات عسكرية في طهران. هذا ولم تتوقف التدخلات الإيرانية عند هذا الحد، فما شهدته أحداث عام 2011 في المملكة خير شاهد على استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة عبر أذرعها الإعلامية وتصريحاتها الرسمية وتحريضها وتمويلها وتسليحها المستمر للجماعات الإرهابية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم اعتراض شحنة من 38 عبوة من مادة C4 المتفجرة وقنابل في البحر في ديسمبر عام 2013، وفي اليوم التالي تم اكتشاف كميات من المواد المتفجرة الأخرى في كرانة. أما في يونيو عام 2015 ضبطت سلطات الأمن مواد شديدة الانفجار وأجهزة تفجير ومواد كيميائية وهواتف محمولة في مخزن قرب المنامة. وفي يوليو عام 2015 أحبطت السلطات البحرينية عملية تهريب عن طريق البحر وضبطت 44 كيلوغراما من مادة C4 المتفجرة وثمانية أسلحة أوتوماتيكية من نوع كلاشينكوف وأكثر من 20 مخزنا لطلقات الرشاش وكميات من الطلقات والصواعق. وتم اعتقال بحرينيين اعترفا إنهما وبالتنسيق مع إيرانيين تسلما 4 حقائب في عرض البحر. واعترف أحدهما بتلقي تدريبات عسكرية في إيران في معسكر للحرس الثوري وتلقى تمويلا لتنفيذ عمليات إرهابية. وعليه فالأطماع الإيرانية في البحرين ليست وليدة اللحظة، بل لها تاريخ متجذر يمتد في ذروته إلى عام قيام ثورة الخميني، الذي أنتج بأفكاره ما يسمى بتصدير الثورة إلى المنطقة سعيا لبسط النفوذ الإيراني على الدول العربية. ولكن شعب البحرين عصي على هذه المحاولات الإيرانية السافرة، فوحدة الشعب والتفافه حول قيادته الحكيمة أكبر من المحاولات البائسة لنظام طهران المتكرر للنيل من أمن الوطن واستقراره. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت المحلل السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد، بعد التحية، كما ذكر التقرير السابق تاريخ طويل من تدخلات النظام الإيراني السافر في شؤون دول مجلس التعاون بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، وذلك عبر الأذرع الإعلامية والتدريبات العسكرية والتمويلات المالية. ما هو المطلوب من دول المنطقة لكبح جماح النظام الإيراني؟ يعني أنا أعتقد أن الكل اليوم أصبح يعرف تدخلات إيران وتحريضها العلني على مملكة البحرين، وأيضا تدخلها حقيقة في شؤون دول أخرى في الخليج.
سواء عن طريق شبكات التجسس أو عن طريق أيضا الحقيقة التحريض الطائفي مثل ما يحصل في المنطقة الشرقية. يعني هذه الأمور الحقيقة يفترض أن يكون هناك موقف خليجي واضح وحازم في مواجهة هذه المحاولات الإيرانية ورد إيران الحقيقة عن مواصلة هذا الغي وهذا الاستخفاف بهذه المنطقة. نعرف أنه يعني لإيران عواطفها مع فئة معينة، ونعرف أنه هذه الفئة للأسف الشديد أيضا تسير بهذا الاتجاه، لكن لا ينبغي أن يترك الأمر بدون أن يكون هناك حزم جماعي خليجي لردع هذا التدخل الحقيقة الفج وغير العقلاني في شؤون دول مستقلة ذات سيادة وتتعامل مع مواطنيها بالطريقة التي تعجبها. إيران الحقيقة تعلق المشانق للكثيرين، وبالتالي يعني إذا كانت جانب حقوق الإنسان فهي أكثر دولة تنتهك حقوق الإنسان، ولا ينبغي إطلاقا أنه هي تظهر نفسها بعكس ذلك، لأنه شواهد تعلنها سواء في الأهواز أو في مناطق أخرى. ولذلك التدخل بالبحرين فاضح وعلني، ويعني كأنه احتقار لهذه المنطقة واستخفاف في قدراتها. لذلك علينا بالفعل أن نتخذ القرار الخليجي الذي يقول أنه العدوان على أي دولة خليجية هو عدوان على الكل. نعم، من الكويت المحلل السياسي دكتور عايد المناع، شكرا جزيلا لك. النظام الإيراني منذ ثورة الخميني عام 1979 وهو يملك سجلا حافلا من الإرهاب ودعم المتطرفين في أنحاء العالم، حيث شملت العمليات التي تورط فيها نظام طهران تفجيرات واغتيالات واستهداف سفارات وتمويل خلايا إرهابية وحملات إعلامية مضللة. سجل حافل بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، كانت بدايته مع قيام ثورة الخميني عام 1979، حيث اعتمدت السياسة الإيرانية على مبدأ تصدير الثورة في انتهاك سافر لسيادة الدول وتدخل في شؤونها الداخلية تحت مسمى نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها كما ذكر في الدستور الإيراني. بداية ملامح الانتهاكات الإيرانية شهدتها لبنان، حيث تم في العام 1982 اختطاف 96 مواطنا وأجنبيا في لبنان، بينهم 25 أمريكيا، فيما يعرف بأزمة الرهائن التي استمرت 10 سنوات. وثبت أن عمليات الخطف قام بها حزب الله والجماعات المدعومة من إيران. وفي عام 1983 تم تفجير السفارة الأمريكية في بيروت من قبل حزب الله، وتسبب بمقتل 63 شخصا في السفارة. وفي العام نفسه قام الإيراني الجنسية إسماعيل عسكري الذي ينتمي للحرس الثوري بتنفيذ عملية انتحارية في بيروت تهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية، نجم عنها مقتل 241 وجرح أكثر من 100 من أفراد البحرية والمدنيين الأمريكيين، التي وصفتها الصحافة الأمريكية بأكبر عدد يتعرض للقتل خارج ميادين القتال. أما الخليج العربي الذي لطالما تحلى بضبط النفس طوال هذه الفترة واحترام مبادئ حسن الجوار التي تفتقده طهران، فقد تجرع الكثير من تلك الانتهاكات والعمليات الإرهابية، فمن ينسى ما وقع في العام 1985 في محاولة تفجير موكب الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، والذي نتج عنه مقتل عسكريين وجرحى خليجيين. ومن ينسى ما وقع في أطهر بقاع الأرض عام 1986 عندما قامت من تعرف نفسها ويال المفارقة بالجمهورية الإسلامية بتحريض حجاجها للقيام بأعمال شقب في موسم الحج، مما نتج عنه تدافع الحجاج ووفاة 300 شخص. وفي عام 1996 تم تفجير أبراج سكنية في الخبر، والذي قام به ما يسمى بحزب الله الحجاز التابع للنظام الإيراني، ونجم عنه مقتل 120 شخصا من بينهم 19 من الجنسية الأمريكية وتوفير الحماية لمرتكبيه،
بما فيه من المواطن السعودي أحمد المغسل الذي تم القبض عليه في عام 2015 وهو يحمل جواز سفر إيراني، كما أن سجل إيران حافل بانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، حيث تورط النظام الإيراني في العام 2011 في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في مدينة كراتشي. وفي نفس العام أحبطت الولايات المتحدة الأمريكية محاولة اغتيال السفير السعودي، وثبت تورط النظام الإيراني في تلك المحاولة، وكانت بداية تلك الانتهاكات التي ضرب بها النظام الإيراني كافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية عرض الحائط، اقتحام السفارة الأمريكية في العام 1979 واحتجاز منسوبيها لمدة 444 يوماً. تلاها الاعتداء على السفارة السعودية عام 1987 والاعتداء على السفارة الكويتية عام 1987 والاعتداء على السفارة الروسية عام 1988 والاعتداء على دبلوماسي كويتي عام 2007 والاعتداء على السفارة الباكستانية عام 2009 والاعتداء على السفارة البريطانية عام 2011 وآخرها الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في مشهد عام 2016. لم يعد غائبا عن ذهن العلاقات الدولية ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك صارخ لأبجدياتها، وها هي اليوم تتعرى من وعودها الكاذبة الخاطئة وتكشف وجه أطماعها الممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية الدكتور علي رضا نوري زادة، مدير مركز الدراسات الإيرانية والعربية بلندن. دكتور علي، منذ قيام ثورة الخميني والمنطقة تعاني من إرهاب إيران، فهي تمتلك سجلا حافلا من نشر الفتن والقلاقل والاضطرابات والتفجيرات والاغتيالات في مسعى منها لتصدير ثورتها وبسط نفوذها على المنطقة. ما الذي تريده إيران فعليا عبر تبني هذه السياسات العدائية؟ تحياتي إليك وإلى المشاهدين الأعزاء. بعد قيام الثورة بحوالي 9 أشهر أقيم في تهران أول مؤتمر للمنظمات والحركات ما يسمى بالتحررية، بحيث شارك مندوبي وممثلي أكثر من 30 منظمة وتنظيم ومجموعة ثورية في العالم، والله يرحمه الشهيد خليل الوزير أبو جهاد لما دخل القاعة سأل من هم؟ قالوا هذا يمثل جبهة تحرير البحرين الإسلامية، ولذلك هو ممثل منظمة الثورة الإسلامية بالجزيرة العربية. قال أبو جهاد: أنا لن أشارك في هذا المؤتمر، هؤلاء المجهولين يمثلون أنفسهم. منذ بداية هذا النظام كان يفكر بتسليل الثورة، هو سبب في أن يشنوا صدام حسين عدوانه ضد إيران. بسببهم حاولوا اغتيال طارق عزيز، حاولوا تسليل صورتهم، حزب الدعوة كان عداتهم كما هو الآن. هذا النظام عنده عقلية توسعية، ليس هناك اهتمام بالشيعة. تعرفون كم عدد من رجال الدين الشيعة الذين قتلهم النظام؟ سجنوا رجال كبار مثل الراحل آية الله شريعت مداري، فرضوا عليه الحصار، الإقامة الجبرية، آية الله منتظري قائم مقام الخميني فرضوا إقامة الجبرية. واليوم رجل دين شيعي مرتبط بإيران يدان لمدة سنة 6 سنة ولكن دون تنفيذ، وهذا قامت القيامة. أو إنما تم إعدام شيخ نمر بالسعودية، وهذا الرجل حاول قتل رجال الشرطة وكان طغائيا، قامت القيامة، اختموا السفارة السعودية. سيدتي، هذا أغلية هذا النظام توسعية، هم يعتبرون أنفسهم ثقل العالم، أطلقوا على طهران أم القرى. آية الله خامنئي يعتبر نفسه نائبا للمهدي المنتظر، وهو يريد أن يصل إلى مدينة المنورة، ويأتي عبد الملك الهوسي من اليمن يلتقيان وينتظران المهدي الموعود معا. هكذا خرافاتهم وعقليتهم وأدبياتهم وخطابهم. والله لما أرى ما يفعلون بالبحرين
وهذا بلد عزيز علينا، نحن نعتبر بحرين دولة متعذرة، دولة ذات عبارة، دولة في حريات اجتماعية. وأتذكر قبل بضع سنين لما زرت بحرين شفت 18 من الشيعة نواب بالبرلمان. صديقي الدكتور مجيد العلوي كان وزيرا وهو شيئي، العشرات من رجال الشيعة من المفكرين والمثقفين يتولون مناصب رفيعة في الدولة، سفراء، ضباط كبار. وهذا النظام حاول نصف جهود الملك، حاول نصف جهود ولي العهد. وأنا عارف جدا بحرين حاولت، والحكومة البحرينية حاولت وتحاول بكل جهد من أجل إصلاح الشيعة، لكن هؤلاء المخرجين، هؤلاء الذين ذهبوا إلى قومية ودروسا دينية وعادوا إلى البحرين إخشائين في التفجيرات وفي صنع القنابل، فهؤلاء الذين لا يسمحون للشيعة للحصول على حقوقهم المشروعة. ليست حكومة البحرينية مغسرة أبدا، رأيت بأم عيوني، رأيت بنفسي، كنت مدعوا في ندوة مهمة جدا بالبحرين، ورأيت بنفسي وتحدثت مع الشيعة، تحدثت مع خصوصا الشاعر، فرأيت بأم عيوني بأن الشيعة يعيشون مرتاح أفضل من إيران، أفضل من شيعة إيران، شيعة بحرين، حياة كريمة. ولكن هذا النظام لا يسمح، وأعتقد بأن السلطات البحرينية بدلا من مواجهة مع أبنائهم يجب مواجهة مع هذا النظام. نعم دكتور علي رضا نوري زاده، مدير مركز الدراسات الإيرانية والعربية بلندن، شكرا جزيلا لك.